دلوقتي مشاهدينا، بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، والأمسيات الرمضانية اللي بتعملها وزارة الثقافة، وكمان ماتشات الكورة اللي هتتلعب النهاردة في دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، قطاع صندوق التنمية الثقافية هينظم عدد من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة ليه احتفالاً بشهر رمضان المعظم، وهتستضيف قبة الغوري بشارع الأزهر عرض فرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية. في قصر الأمير طاز بحي الخليفة، هيقدم الفنان وائل الفشن مجموعة من أشهر الابتهالات الصوفية. كمان النهاردة هتنظم لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الأمسية الشعرية الغنائية بعنوان ليلة مضيئة مع شعر المديح النبوي والتصوف، وده هيكون على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. لعشاق الكرة الأوروبية، موعدهم النهاردة مع مباريات من العيار الثقيل. هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع أتلتيكو مدريد الأسباني، وليفربول الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي في إطار جولة الإياب من الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الساعة 9 بالليل.